خلال جولتها الإفريقية ابتعدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن السياسة والدبلوماسية لترقص على الألحان الإفريقية. ففي جنوب إفريقيا وفي إحدى مدن الصفيح حيث يعمد مشردون إلى بناء منازلهم بتمويل من الولايات المتحدة، استقبلت كلينتون نساء وأطفالا وشبانا أدوا أمامها أغنية باسم حياة مديدة التي شاركتهم الرقص على أنغامها. كما شاركت كلينتون قبلها في حفل راقص في العاصمة الكينية نيروبي.